السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من التفاسير المعروفة تفسير الجلالين. السؤال: لماذا سمي بالجلالين؟ هل تعلم أن إمامين الجليلين قد ألف ذلك التفسير الذي يحمل اسمهما جلال الدين المحلي وتلميذه جلال الدين السيوطي؟ وهذا دون أن يجلسا مع بعضهما للتشاور وأخذ الرأي، بل ودون أن يضعا خطة لتأليفه. والذي حدث أن جلال الدين المحلي كتب تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم ولم يكمله حيث وفاه الأجل، فجاء إلى تلميذه جلال الدين السيوطي في المنام وقال له: أكمل التفسير يا جلال الدين. فقال السيوطي في المنام: سأفعل إن شاء الله. وهكذا تم تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، ذكره السيوطي في حسن المحاضرة.